تتمت رواية المحاكمة للكاتب التشيكي فرانز كافكا. الفصول الأخيرة، الفصل 15، في الكاتدرائية. استدعي كي لمهمة يقوم بها خارج البنك، وذلك لمصاحبة أحد زملائه الإيطاليين ذوي النفوذ، والذي كان يزور المدينة لأول مرة في جولة يريه فيها الآثار والمعارض. ولقد كان كي يعتبر هذه المهمة مصدر فخر له، ولكنه في الوقت الحالي وكل نشاطه موجه لقضيته لم يكن يرحب بها، فلقد كان في حاجة إلى مزيد من النشاط كي يحافظ على مستواه في البنك. كانت كل ساعة يقضيها خارج البنك مصدر عذاب له، ولقد أصبح الآن لا يستطيع أن يركز تفكيره في عمله، بحيث يشغل كل ساعات العمل تماما، ومن ثم فقد كان يضيع ساعات بأكملها وهو يدعي القيام بأعماله الحقيقية. لكن قلقه كان يشتد حينما لا يكون في مكتبه، وكان يرى بخياله نائب المدير الذي كان يتجسس عليه، يزور مكتبه ويعبث بأوراقه ويستقبل العملاء الذين أصبحوا أصدقاء كي على مر السنين. وكان كي يعرف أيضا أن أخطاءه الكثيرة تهدد عمله، وأنه لم يعد يستطيع أن ينكر ذلك. ومن ثم فحين كانت تسند إليه بعض المهام خارج البنك، يطلب فيها إليه أحيانا أن يتغيب يوما أو اثنين، لم يكن يستطيع أن يتغلب على الشكوك التي تراوده بأنها مؤامرة لإبعاده عن مكتبه كي تتاح الفرصة للتفتيش على عمله. وإذا لم يكن هذا صحيحا، فهو دليل على أنه لم يعد يشكل ركنا هاما في العمل. وكان كي يستطيع أن يرفض معظم هذه المهام، لكنه لم يكن ليجرؤ على ذلك، فإن الرفض معناه أنه يعترف بقلقه، ولذلك فقد قبل كل المهام واحدة وراء الأخرى بهدوء واضح. وفي إحدى المرات حين كلف بالذهاب في رحلة متعبة تستغرق يومين، لم يذكر شيئا عن نزلة البرد التي ألمت به، وكان يمكنه الاعتذار كي لا يخاطر بالذهاب في ذلك الجو الخريفي الرطب. وعندما عاد من الرحلة بصداع شديد، اكتشف أنه قد اختير كي يرافق هذا الزائر الإيطالي، وقد أحس كي بإغراء شديد للرفض، خاصة وأن التهمة الموجهة إليه لا تتصل بالعمل، لكن المهمة كانت قبل كل شيء واجبا اجتماعيا نحو زميل، ثم إنها لن تفيده في قليل أو كثير، هذا إذا وجده الزائر الإيطالي مسليا. وأحس كي بامتعاض، لأنه يجد نفسه مبعدا عن عمله ولو ليوم واحد، ذلك أنه كان يخشى ألا يسمح له بالعودة أبدا. ورغم أن الخوف لم يكن له ما يبرره وأنه مبالغ فيه، فقد كان يخالجه، وكان من الصعب على كي هذه المرة أن يجد عذرا مقنعا. ورغم أن معرفته للغة الإيطالية لم تكن قوية، فقد كانت كافية، ثم إنه كانت لديه معلومات في الفن، وكان هذا شيئا مبالغا فيه لدى موظفي البنك بسبب انتمائه لعضوية جمعية المحافظة على الآثار القديمة. وحيث أنه قد شاع أن الإيطالي كان خبيرا في هذا المضمار، فقد أصبح ترشيح كي لمصاحبته شيئا لا يمكن تجنبه. كان الطقس سيئا حين وصل كي إلى البنك في الساعة السابعة من ذلك اليوم، وأحس كي بتوتر أعصابه بسبب البرنامج الذي ينتظره، لكنه صمم على أن ينجز بعض العمل قبل أن يذهب مع الزائر. ورغم إحساسه بالتعب، حيث ظل معظم الليل يدرس قواعد اللغة الإيطالية، فقد وقف إلى جوار النافذة، وهو شيء اعتاد أن يفعله مؤخرا، لكنه تغلب على هذا الإغراء وجلس إلى مكتبه ليعمل. لكن لسوء الحظ ظهر الحاجب في تلك اللحظة ليقول له أن المدير ينتظره في مكتبه، حيث أن سيدا إيطاليا قد وصل فعلا. فقال كي وهو يضع القاموس في جيبه وألبوم الصور السياحية الذي كان قد جاء به خصيصا للزائر تحت إبطه: حسنا، إنني قادم. واخترق كي حجرة نائب المدير إلى حجرة المدير وهو يشعر بالسرور، لأنه حضر في وقت مبكر كي يكون في مكانه حيث يطلبه المدير. وزاد سرور كي حين رأى حجرة نائب المدير خالية،
وخمن أن المدير قد أرسل في طلبه أيضا دون جدوى. وحين دخل كي حجرة الاستقبال، نهض المدير والزائر الإيطالي لتحيته، وقد بدا المدير مسرورا لرؤيته، وعلى الفور تم التعارف. وقال الإيطالي وهو يضحك أنه يعرف شخصا يبكر في الصحو أيضا قبل كي، ورغم أن كي لم يفهم ما يعنيه بهذا، فقد أجاب بعبارات رقيقة تقبلها الإيطالي بالضحك أيضا. وما أن بدأ الحديث التمهيدي حتى اكتشف كي أنه لا يفهم من لغة الإيطالي إلا القليل، إذ كان هذا يتحدث بسرعة فتخرج الكلمات من فمه كأنها الفيضان. ورغم أنها لم تكن لغة إيطالية تقليدية، فقد كان المدير يفهمها تماما، ذلك أن المدير كان قد عاش في جنوب إيطاليا عدة سنوات متصلة. وهكذا أدرك كي أن التفاهم بينه وبين الزائر لن يكون سهلا، لأن الإيطالي لم يكن يتكلم الفرنسية أيضا. وبدأ بعد قليل يتخلى عن محاولة تتبع ما يقوله الرجل، ولم يكن يضيره هذا في حضور المدير الذي استطاع تغطية الموقف. وفي النهاية شعر كي بالإرهاق وهو جالس دون أن يشارك في الحديث، بل ينظر إلى شفتي الرجلين، وفجأة وجد نفسه ينهض بذهن شارد ليدير ظهره للرجلين ويتحرك بعيدا. وعلى الفور نظر الإيطالي في ساعته وحي المدير وانضم إلى كي. وكان المدير ماهرا، فقد أدلى إلى كي بكل ما قاله الإيطالي بطريقة لا توحي بأنه يفعل ذلك. وهكذا فهم كي أن الإيطالي لديه عمل عاجل سيقوم بأدائه، وحيث أنه لا ينوي أن يشاهد كل شيء في عجلة فسوف يقتصر، إذ وافق كي على مشاهدة الكاتدرائية، لكنه يريد أن يراها بدقة وشمول، ويصره أن يفعل هذا مع رجل متعلم خبير مثل كي. كان كي يحاول أن يركز ذهنه فيما يقول المدير بينما الآخر يتكلم. وعندما علم كي بأن المدير سيكون عند الكاتدرائية في حوالي الساعة 10، وافق على ذلك في كلمات رقيقة، وشد الإيطالي على يد المدير ثم يد كي وأسرع بالخروج. بينما ظل كي يتحدث مع المدير لعدة دقائق، عبر خلالها الأخير عن امتنانه لأنه كان ينوي مصاحبة الإيطالي، لكنه قرر في آخر لحظة أن يعهد بذلك إلى كي، وقال أنه إن كان لم يفهم بداية حديث الرجل فعليه ألا يترك لليأس سبيلا إلى نفسه، فسوف يلم بما يقصده الإيطالي في نهاية الأمر، ولن يضيره لو لم يفهم ما كان يقوله الإيطالي، لأنه لا يكترث بذلك. هذا بالإضافة إلى أن معرفة كي باللغة الإيطالية كانت كافية فعلا. وهكذا عاد كي إلى مكتبه وقد اتسع أمامه وقت يكرسه كي يقوم بنسخ القاموس عدة مرات، ولقد كان هذا عملا شاقا بالنسبة له، فقد كان الحاجب يأتي بالأوراق للتوقيع وللاستفسار عن بعض الأمور. ورغم أنهم كانوا يتلكؤون أمام مكتبه حين يرونه مشغولا، لكنهم لم يكونوا ينصرفون إلا بعد قضاء حاجتهم. ثم إن نائب المدير استغل الفرصة لمضايقة كي بالحضور إلى مكتبه ليتصفح القاموس. كان كل شيء حول كي يدور وكأنه هو المركز، أما هو فكان ينسخ الكلمات من القاموس ثم يتدرب على نطقها، وأخيرا يحاول حفظها عن ظهر قلب. وبدا له أن ذاكرته القوية بدأت تخونه، وأخذ بين الحين والآخر يصب لعناته على الإيطالي وهو السبب في كل هذه المشقة. وعندئذ يضع القاموس تحت كومة من الأوراق، لكنه كان يستعيده مرة أخرى وهو يفكر أن الرحلة مع الإيطالي وهو صامت تماما لن تكون لها معنى. وفي منتصف الساعة 10 نهض ليخرج في اللحظة التي دق فيها جرس التليفون، وما إن رفع السماعة حتى سمع ليني تلقي عليه تحية الصباح وتسأله عن صحته، وشكرها كي بسرعة قائلا أنه مضطر للذهاب إلى الكاتدرائية على الفور. وقالت ليني متعجبة: ذاهب إلى الكاتدرائية؟ نعم سأتوجه إلى الكاتدرائية. وصاحت ليني قائلة: ولكن لماذا تذهب إلى الكاتدرائية؟ وحاول أن يشرح لها الأمر، لكنها قالت له فجأة: إنهم يعاملونك بقسوة. وكانت هذه الشفقة التي لم يطلبها أو يتوقعها كي أكثر مما يحتمل.
فألقى عليها بكلمة وداع، وكانت هذه الشفقة التي لم يطلبها أو يتوقعها كي أكثر مما يحتمل، فألقى عليها بكلمة وداع، لكنه وهو يضع السماعة غمغم لنفسه وللفتاة التي لم تعد تسمعه، نعم إنهم يعاملونني بقسوة. ولكي لا يتأخر عن موعده استأجر سيارة أجرة، وكان قد تذكر ألبوم الصور في آخر لحظة، ووضع ألبوم الصور على ركبتيه وأخذ ينقر عليه بأصابعه طوال الوقت. كان المطر قد كف عن السقوط، لكن الطقس لم يتحسن، فقد كان باردا شديد العتمة. وفكر كي أنه في مثل هذا اليوم لن يستطيع الإيطالي أن يشاهد الكاتدرائية. بدا الميدان الذي تقع الكاتدرائية في أحد أطرافه مهجورا، وتذكر كي كيف أنه كان يرى ستائر نوافذ المنازل المحيطة بالميدان مسدلة تماما، ولقد كان متوقعا في مثل هذا اليوم. وبدت الكاتدرائية مهجورة أيضا، فلم يكن هناك ما يدفع أحدا لزيارتها في يوم كهذا. ورغم أن كي صار إلى نهاية كل من الممشى الأيمن والأيسر في الكنيسة، فإنه لم يجد أحدا سوى امرأة عجوز تضع شالا وتركع أمام صورة العذراء، وقد ظهر الابتهال في عينيها. وعلى البعد شهد شماسا يعرج وهو يختفي من خلال أحد الأبواب. ورغم أن كي وصل في الموعد المحدد حيث كانت الساعة تدق العاشرة، فلم يكن الإيطالي قد وصل بعد، وعاد مرة أخرى للمدخل ووقف هناك وهو لا يعرف ماذا يفعل. وبعد فترة أخذ يدور حول المبنى تحت رداد المطر، وذلك حتى يتأكد أن الإيطالي لا ينتظره عند باب آخر، لكنه لم يعثر عليه. فهل أخطأ المدير من حيث الموعد؟ وكيف يمكن لأي شخص أن يتأكد من فهم ما يقوله مثل هذا الإيطالي؟ ورغم كل شيء فإن كي سينتظر، وجلس على أقرب مقعد وغطى رقبته بياقة معطفه. ولكي يشغل نفسه بشيء فقد فتح ألبوم الصور وأخذ يقلبه في عدم كثيرات، لكنه سرعان ما اضطر أن يغلقه حيث اشتدت العتمة حتى أنه لم يكن يستطيع أن يميز شيئا في الممشى المجاور. وعلى البعد لمح بضع شموع موقدة على المبح المرتفع، ولم يستطع كي أن يحدد إذا كان قد لاحظها عند دخوله أم لا، وربما قد أوقدها أحدهم منذ لحظة دون أن ينتبه كي، حيث أن الشمامسة يسيرون دون أن يصدروا صوتا على الإطلاق. وحين التفت خلفه رأى شمعة أخرى مضاءة فوق عمود مرتفع، لكنها لم تكن كافية لإضاءة ما حولها، بل على العكس زادت من عتمته. وفكر كي أن الإيطالي كان عاقلا في عدم الحضور رغم مخالفة ذلك لقواعد السلوك، لأنه لم يكن سيرى شيئا سوى بضع صور صغيرة على ضوء مصباحه الكهربائي الصغير. وشعر كي بحب استطلاع ليعرف إذا كان هذا الشيء عمليا أم لا، فصار بضع خطوات وصعد عدة درجات إلى منصة منخفضة وأضاء مصباحه الكهربائي وانحنى على الدرابيزين ليرى صورة على جدار الهيكل، وشاهد في ركن منها فارسا ينحني على سيفه الذي كان مغروسا في الحشائش. وأخذ كي يدرس الصورة لفترة طويلة رغم خفوت ضوء المصباح مما سبب إجهاد عينيه. وحيث وجه ضوء المصباح إلى بقية الصور المعلقة على جدار الهيكل، شاهد صورة المسيح وهو يوضع في القبر. وضع كي المصباح في جيبه وعاد إلى مقعده، ولم يكن كي مضطرا للانتظار أكثر من ذلك، لكن لأن المطر كان ينهمر في الخارج وكانت الكاتدرائية أكثر دفئا، فقد قرر أن يمكث وقتا أطول. وإلى جواره مباشرة كان هناك المنبر المرتفع الذي علق فوقه صليبان كبيران، أما الدرابيزين الخارجي والعواميد التي ارتفع المنبر فوقها فقد كانت مغطاة بالنباتات، وقد علقت هنا وهناك تماثيل صغيرة للملائكة، تماثيل اتسمت بالرزانة والوقار في الضوء الخافت. وذهب كي إلى المنبر وأخذ يتفحص جميع جوانبه بما في ذلك النقوش التي حفرت في الحجارة التي كانت دقيقة وفنية جدا، أما المغارة الكبيرة العميقة فقد بدت مظلمة معتمة. ووضع كي يده على أحد التماثيل ليتحسس تفاصيله، وقد تملكته الدهشة لأنه لم يكن يعرف بوجود هذا المنبر.
ولمح بالصدفة أحد الشمامسة يقف خلف أقرب صف من المقاعد، وكان الرجل يرتدي ملابس الشمامسة الفضفاضة، وقد أمسك بيده صندوقا صغيرا وهو يحدق في كي. وقال كي لنفسه: ما الذي يبتغيه هذا الرجل؟ وهل أبدو شخصية مثيرة للشك؟ هل يريد بقشيشا؟ لكن ما إن أحس الرجل بأن كي لمحه، حتى بدأ يشير له بيده في اتجاه معين. لم تكن لحركاته معنى خاص، ولذلك ظل كي واقفا في مكانه مترددا فترة، رغم أن الشماس لم يتوقف عن الإشارة بيده وتأكيد إشارة يده بهزة من رأسه. وقال كي في صوت خفيض لم يجرؤ على أن يجعله مسموعا في مثل هذا المكان: ما الذي يريده هذا الرجل؟ ثم أخرج محفظته وتقدم عبر المقاعد في اتجاه الشماس، لكن الرجل هز رأسه بالرفض على الفور وأخذ يبتعد وهو يعرج بنفس الخطوات السريعة التي طالما قلدها كي وهو صغير. وقال كي لنفسه: يا له من عجوز مضحك، لا يستطيع إلا أن يكون شماسا. ها هو يتوقف حين أتوقف أنا، وينظر خلفه ليرى إن كنت أتبعه أم لا. وابتسم كي لنفسه وهو يتبع الرجل ويخترق الكنيسة في اتجاه الهيكل، ورغم أن الرجل العجوز كان يشير في اتجاه مختلف، وقد امتنع كي عن النظر في تلك الناحية، وربما لا يكون لتلك الإشارة من مقصد سوى أن يفزعه. وفي النهاية كف كي عن المطاردة لأنه لم يرد أن يزعج الرجل أكثر من ذلك، وفضلا عن هذا فإنه لا يجب أن يخيف الشماس الوحيد الذي ربما يستطيع أن يشرح للإيطالي حين يحضر. وعندما عاد كي إلى صحن الكنيسة حيث المقعد الذي ترك عليه ألبوم الصور، شهد كي منبرا صغيرا بالقرب من الأورغون، منبر بسيط من الحجر، وبلغ من صغر المنبر أن من يراه من بعيد يظنه قاعدة لتمثال، ثم إنه لم يكن هناك فراغ كاف يتحرك فيه الواعد. أما أعمدة هذا المنبر فلم تكن محفورة أو مغطاة بالنباتات. لم يجد كي لهذا المنبر من فائدة مع وجود المنبر الآخر الواسع المنقوش، ولم يكن كي بالتأكيد سيرى هذا المنبر الصغير لولا أنه لاحظ فوقه مصباحا صغيرا، وهو العلامة العادية على أن شخصا سيقوم بإلقاء موعظة. وسأل كي نفسه: هل سيقوم أحدهم بالخدمة الآن وفي هذه الكنيسة الخاوية؟ وأخذ كي يحدق في درجات السلم القليلة التي تقود لأعلى المنبر، ولم يصدق أن شخصا يمكنه أن يستخدمها في الصعود. لكن ما إن وصل كي بالقرب منه حتى ابتسم لنفسه، لأنه شاهد شبحا يرتدي رداء الكهنة عند أسفل الدرج مستعدا للصعود. كان الشبح يضع يده على الدرابيزين وعيناه مثبتتان على كي. أومأ الكاهن لكي أن يقترب، فوجد هذا نفسه أمامه ينحني له، وبدأ الكاهن يصعد درجات السلم في رفق. فسأل كي نفسه: هل سيلقي موعظة حقا؟ وربما لم يكن الشماس شخصا مزعجا، ولكنه كان يحاول أن يدفع كي إلى الكاهن، لأنه بدون ذلك كان هناك احتمال بألا يراه. وأخذ كي يتلفت بحثا عن المرأة العجوز التي كانت تركع أمام صورة العذراء. إنها يجب أن تحضر الموعظة أيضا، ولكن إذا كانت هناك خدمة فلماذا لا يقوم أحدهم بالعزف على الأورغون؟ لكن الأورغون ظل صامتا، فقد خيم الظلام عليه. أخذ كي يسائل نفسه إذا كان الوقت قد حان ليمضي بعيدا، فإنه لو لم يخرج الآن لما استطاع أن يفعل هذا خلال الموعظة، وبالتالي يتعين عليه أن يبقى طوال إلقائها. ولما كان قد تأخر فعلا عن المكتب ولم يعد أيضا مضطرا للانتظار وانتظار الإيطالي أكثر من ذلك، فقد نظر في ساعته التي قاربت 11، ولكن هل هي موعظة حقا؟ هل يستطيع كي أن يمثل جمهور الكنيسة بمفرده؟ وكيف يكون الحال لو أنه كان غريبا يزور الكنيسة؟ إن هذا هو وضعه بطريقة ما، وقد كان من غير المفهوم أن يلقي أحدهم موعظة في صباح يوم عادي من أيام الأسبوع، خاصة في مثل هذا الطقس. ربما يكون الكاهن، ولا شك في أنه كاهن وهو شاب أسمر البشرة حليق اللحية، قد أخذ يصعد إلى المنبر ليطفئ مصباحا أضيء بطريق الخطأ، لكن الأمر لم يكن كذلك، فإن الكاهن بعد أن فحص المصباح
زاد من إضاءته ثم استدار إلى الدرابيزين وأمسكه بكلتا يديه، ثم وقف بضع دقائق يدور بعينيه فيما حوله دون أن يحرك رأسه. وساد الكاتدرائية صمت وسكون عميقين، لكن كي كان عليه أن يبدد ذلك الصمت، فقد كان في نيته أن يخرج، وفكر أنه لو كان من واجب الكاهن أن يلقي بالموعظة في مثل هذه الساعة دون النظر إلى الظروف، فليفعل هذا دون مساعدة كي، ذلك أن حضور كي لن يؤدي بالتأكيد إلى فعالية هذه الموعظة. وهكذا بدأ يتحرك ببطء وهو يتحسس طريقه بين المقاعد حتى أصبح وسط صحن الكاتدرائية، ولم يعقه شيء في تقدمه سوى الصوت المجلجل لوقع خطواته على الأحجار، والتي كانت تزداد كلما تقدم. وشعر كي بالوحشة وهز يسير كشبح وحيد بين صفوف المقاعد الخالية ونظرات الكاهن تتبعه. وكان حجم الكاتدرائية الضخم يمثل بالنسبة له مساحة لا يستطيع إنسان أن يقطعها، لكنه حين وصل إلى المقعد الذي ترك عليه ألبوم الصور اختطفه بسرعة دون أن يتوقف وأخذه معه. كان كي قد تخطى آخر صفوف المقاعد وبدأ يخطو عبر الفراغ الذي يفصل بين المقاعد والباب الخارجي، عندما سمع صوت الكاهن صوتا مدويا، وتردد صدى الصوت في الكاتدرائية الخاوية التي تكسوها الرهبة، لكن الكاهن لم يكن يتحدث في جميع المصلين، لكنه كان يقول في صوت واضح جلي عالي النبرة: اسمع يا جوزيف كي. الفصل السادس عشر: على أبواب العدالة. أصاب كي الارتباك وأخذ يحدق في الأرض أمامه، إنه ما يزال حرا حتى هذه اللحظة، ويستطيع أن يستمر في طريقه ويختفي خلف أحد الأبواب الخشبية المظلمة التي لم تعد تبعد عنه سوى بضع خطوات. ولم يفسر معنى خروجه ببساطة، إنه لم يسمع النداء أو أنه سمع النداء، لكنه لم يهتم. لكن كي أدار رأسه، وكان معنى ذلك اعترافه بأنه وعي بالنداء جيدا، وأنه هو الشخص المقصود، وأنه أيضا على استعداد كي يطيع. ولو أن الكاهن هتف باسمه مرة أخرى لانطلق كي في طريقه، لكنه وقد ساد الصمت رغم أنه ظل واقفا ينتظر برهة، فإنه لم يستطع إلا أن يدير رأسه كي يرى ما يفعله الكاهن. كان الكاهن يقف بهدوء فوق المنبر، لكن كان من الواضح أيضا أنه لاحظ أن كي قد أدار رأسه. ولو لم يستدر كي لمواجهته لكان الأمر أشبه بلعبة الاستخفاء. وما أن فعل كي ذلك حتى أومأ إليه الكاهن أن يقترب، ولما لم تكن هناك حاجة للتهرب فقد أسرع كي عائدا، وقد تملكه الشغف والحماس كي يقصر من أمد المقابلة. وهكذا قطع المسافة حتى المنبر في بضع خطوات قليلة، وعند الصفوف الأولى من المقاعد توقف كي، لكن المسافة بدت للكاهن أكثر من اللازم، فأومأ إلى موضع أمام المنبر مباشرة كي يتقدم إليه كي. وحين فعل كي ذلك اضطر أن يحني رأسه للخلف بقوة حتى يرى الكاهن الذي قال وهو يرفع يده عن الدرابيزين في إشارة غامضة: هل أنت كي؟ نعم. وفكر كي أنه قد اعتاد مؤخرا أن يرى أشخاصا يعرفون اسمه مقدما، وشعر بالأسف على الأيام التي كان يحس فيها بالسرور إذ يستطيع أن يقدم نفسه إلى الناس. وقال الكاهن بصوت منخفض: إنك متهم، أليس كذلك؟ نعم، لقد أخبروني بذلك. إذن فأنت الرجل الذي أبحث عنه. أنا كاهن السجن. حقا؟ لقد اضطررت لاستدعائك هنا كي أتحدث معك. لم أكن أعرف ذلك، فقد أتيت إلى هنا كي أصحب رجلا إيطاليا لمشاهدة الكاتدرائية. ليس هذا سوى عذر. ما هذا الذي في يدك؟ هل هو كتاب صلاة؟ لا، إنه ألبوم يحتوي على المناظر التي تستحق للمشاهدة في المدينة. ضعه جانبا. وألقى كي الألبوم بعنف حتى أنه انفتح في الهواء وتطايرت بعض صفحاته. وسأله الكاهن: هل تعرف أن قضيتك تسير من سيء إلى أسوأ؟ لقد خمنت ذلك بنفسي، لقد فعلت كل ما في وسعي لكن دون نجاح حتى الآن.
وكيف ستكون نهايتها على ما تعتقد؟ لقد ظننت في البداية أن كل شيء سينتهي إلى خير، لكنني كثيرا ما تصاورني الشكوك ولا أعرف كيف ستكون النهاية. هل تعرفها أنت؟ لا، لكنني أخشى أن تكون النهاية سيئة، فقد تبوت جرمك وربما لا تتعدى قضيتك محكمة أول درجة، فلقد كانت الأدلة على جريمتك ثابتة. لكنني لست مذنبا، يجب أن يكون هناك خطأ ما، ولو سارت الأمور بهذه الطريقة فكيف يمكن أن يسمى أي شخص مذنبا؟ إننا ببساطة لسنا إلا رجالا هنا، أحدنا مثل الآخر تماما. هذا حقيقي، لكن كلامك يشبه ما يقوله الرجال المذنبون. هل أنت متحيز ضدي أيضا؟ لا، إنني لست متحيزا ضدك، أشكرك، لكن كل من لهم صلة بهذه القضية متحيزون ضدي، وهم يؤثرون حتى على من ليس لهم شأن، وهكذا يصبح موقفي صعبا أكثر فأكثر. إنك تسيء فهم حقائق القضية، فإنهم لا يصدرون الحكم فجأة هكذا، بل إن الإجراءات تؤدي بالتدريج إلى الحكم. قال كي ورأسه يغوص بين كتفيه. هكذا إذن، ما هي الخطوة التالية التي ستخطوها في الموضوع؟ سألجأ إلى طلب مزيد من المساعدة، وهناك وسائل أخرى لم أتطرق لها بعد. قال كي ذلك وهو يرمق الكاهن بنظراته ليعرف وقع كلماته. قال الكاهن في عدم موافقة، إنك تعتمد كثيرا على المساعدات الخارجية وخاصة من النساء، ألا تعتقد أن هذا هو نوع المساعدة الملائم؟ إنني أوافقك على ذلك في قضايا كثيرة، لكن النساء لهن نفوذ كبير في أحيان أخرى، فلو أنني استطعت تجنيد بعض النساء ليشتركن في الدفاع عني، فإنني أستطيع أن أصل لأي شيء، خاصة أمام مثل هذه المحكمة التي يتكون معظمها من رجال تدير النساء رؤوسهم. دع قاضي التحقيق يرى امرأة على البعد، وسوف تجده يقلب مكتبه ويزيح المتهم جانبا كي يلحق بها. وانحنى القس على الدرابيزين وهو يحس ربما لأول مرة بضيق المكان، وتساءل كي بينه وبين نفسه، ما هو حال الطقس في الخارج؟ لم يعد هناك أثر لنور النهار، بل خيمت الظلمة على كل شيء، حتى النافذة الزجاجية الكبيرة لم تكن تميز عن الجدار المظلم حولها. وفي هذه اللحظة نفسها بدأ الكاهن يشعل الشموع واحدة بعد الأخرى، وسأله كي، هل أنت غاضب مني؟ ربما لا تكون على معرفة كاملة بطبيعة المحكمة التي تخدمها. ولما لم يتلقى إجابة استطرد قائلا، إن هذه ليست إلا خبرات شخصية. لكنه لم يتلقى إجابة مرة أخرى فقال، إنني لا أقصد أن أسيء إليك. وهنا صاح الكاهن من فوق المنبر قائلا، ألا تستطيع أن تفهم أي شيء على الإطلاق؟ لم تكن مجرد صيحة غضب، بل كانت صيحة إنسان يرى إنسانا آخرا على حافة الهاوية، يوشك أن يتردى فيها ولا يتمالك إلا أن يصرخ. وساد الصمت برهة طويلة، ولم يكن الكاهن بالطبع يستطيع في الظلام السائد أن يميز ملامح كي، في حين كان كي يستطيع أن يميز ملامح الكاهن في ضوء المصباح. وتساءل كي، لماذا لم يهبط الكاهن من المنبر؟ إنه لم يلقي بموعظة، بل ألقى على مسامع كي ببعض الملومات التي قد تضره أكثر مما تفيده. ورغم هذا بدا لكي أن نوايا الكاهن الحسنة فوق كل الشكوك، وأنه لم يكن من المستحيل أن يتفق لو أن الكاهن هبط من المنبر، وكان من الممكن أن يحصل كي منه على مشورة حاسمة قد تصل به إلى حل القضية، مشورة قد تخلصه من القضية نهائيا وتمكنه من أن يعيش بعيدا عن نفوذ المحكمة كلية. لقد ظل كي مؤخرا يفكر في هذا الاحتمال كثيرا، ولو أن الكاهن يعرف بوجود مثل هذا الاحتمال لأخبر كي، رغم أنه ينتمي إلى المحكمة، ولأنه قبل كل شيء خادم لها، فقد نسي طبيعته الطيبة. وصرخ في كي الذي قال، لماذا لا تهبط؟ وطالما ليس هناك موعظة تلقيها فتعال إلى جانبي. قال الكاهن وكأنه ندم على انفعاله، وقال وهو يهبط، نعم أستطيع أن أهبط إليك الآن. لقد كان يجب علي أولا
أن أتحدث إليك من بعيد، وإلا فقد كان من السهل أن تؤثر علي لأنسى واجبي. وانتظر هوكي عند أسفل المنبر ومد إليه الكاهن يده قبل أن يصل للأرض تماما، وسأل هوكي: هل لديك وقت تقضيه معي؟ قال الكاهن وهو يسلم المصباح لكي: كل الوقت الذي تريد. وبدأ الاثنان يدرعان الممر جيئة وذهابا، إلى أن قال كي: إنك رفيق جدا بي، وأنت بذلك تصبح استثناء من كل الذين ينتمون للمحكمة، وإني أوليك ثقة أكثر من أي شخص منهم، رغم أنني أعرف منهم الكثيرين، ومن ثم فإنني أستطيع أن أتحدث معك بصراحة. لا تنخدع، وكيف يمكن أن أكون مخدوعا؟ إنك تخدع نفسك فيما يختص بالمحكمة، وقد نص على هذا الخداع في مقدمة القانون كما يلي: أمام العدالة يقف حارس متيقظ، وإلى هذا الحارس يأتي رجل من الريف يتوسل أن يسمح له بمقابلة العدالة، لكن حارس الباب يقول أنه لا يستطيع أن يسمح للرجل بالدخول في الوقت الراهن، ومن ثم يتوجه الرجل بسؤال إذا كان سيسمح له بذلك في المستقبل، فيجيب الحارس أن ذلك ممكن لكن ليس في تلك اللحظة. وحيث أن الباب الذي يؤدي إلى العدالة يكون مفتوحا كالعادة، فإن الحارس يتنحى جانبا ليسمح الريفي أن يلقي نظرة متلصصة إلى الداخل. وحين يرى الحارس أن الريفي متحمس للدخول يقول له: إذا كنت تحس بإغراء قوي فادخل دون تصريح، ولكن تذكر أنني قوي رغم أنني أقل الحراس مرتبة، فإنك سوف تجد من البهو إلى بهو حراس أبواب أكثر مني قوة، حتى إن ثالث الحراس له من القوة ما يجعلني غير قادر على النظر إليه. كانت هذه هي الصعوبات التي لم يتوقع الريفي أن يواجهها، فقد ظن أن جميع الناس لهم الحق في الوصول إلى العدالة في جميع الأوقات. وحين يتفحص حارس الباب جيدا بأنفه المعقوف وذقنه الطويلة، يقرر أنه يجدر به الانتظار حتى يؤذن له بالدخول، ويعطيه الحارس مقعدا ليجلس إلى جوار الباب. وهناك يجلس الريفي أياما وأعواما، يحاول خلالها مرات عديدة أن يحصل على الإذن، وهو بذلك يسبب للحارس ضيقا شديدا. ومن حين لآخر يتبادل معه الحارس حديثا قصيرا يسأله فيه عن بيته وأموره، لكنه يلقي بهذه الأسئلة بطريقة موضوعية كما يفعل العظماء، ويختم الحارس أسئلته بأن الريفي لم يؤذن له بالدخول بعد، ويضطر الريفي الذي أحضر معه الكثير من أجل رحلته أن يتخلى عن كل ما معه على أمل أن يرشو الحارس. ويقبل الحارس كل شيء قائلا وكأنه يقبل هدية: إنني أخذ هذا منك فقط لكي لا تحس أنك تركت بابا دون أن تطرقه. وطوال تلك السنوات يراقب الريفي الحارس بصفة مستمرة تقريبا، وهو ينسى كل شيء عن بقية الحراس، ويعتقد أن هذا الحارس هو العقبة الوحيدة بينه وبين العدالة. وفي الأعوام الأولى يلعن قدره السيء بصوت عال، أما فيما بعد حين يصبح أكثر تقدما في السن يغمغم بذلك بينه وبين نفسه، وكلما تقدمت به الأعوام أصبح أقرب إلى الأطفال، ولأنه كان يراقب الحارس طوال هذه الفترة فقد أصبح يعرف عدد البراغيث التي تعلق بياقة الحارس، وهو يتوسل إلى هذه البراغيث أن تساعده في إقناع الحارس أن يغير رأيه. وفي النهاية يضعف بصره ولا يعرف إذا ما كانت الدنيا مظلمة حوله أم أن عينيه تخدعانه، لكنه رغم هذا الظلام يحس بالإشعاع المستمر الذي ينبعث من باب العدالة الخالد. وبعد حين تقترب حياته من النهاية، وحين يصبح في النزع الأخير يتركز في ذهنه كل ما حيره طوال الوقت، ويخرج من ذلك بسؤال واحد لم يلقه أبدا على الحارس، ولذلك فهو يشير إلى الحارس أن يقترب منه، حيث لم يعد يستطيع أن يرفع جسده المتصلب، وينحني الحارس حتى يستطيع أن يسمعه، ثم يقول له: ما الذي تريد أن تعرفه الآن؟ إنك رجل عديم القناعة. فيجيب الريفي قائلا:
إن كل شخص يناضل كي يحصل على العدالة، فكيف يحدث أنه طوال هذه السنين لم يحضر أحد ليدخل إليها سواي؟ ويلاحظ الحارس أن الريفي لم تعد له القدرة على السمع، ومن ثم يضطر لأن يصرخ في أذنه قائلا: لم يكن أحد سواك ليحصل على الإذن بالدخول خلال هذا الباب، لأن هذا الباب لك أنت وحدك وسوف أغلقه بعد أن تذهب. وهنا قال كي على الفور وقد جذبته القصة، وهكذا خدع الحارس الرجل. قال الكاهن: لا تتسرع في الحكم ولا تدلي برأي قبل أن تفحصه جيدا، لقد أخبرتك بالقصة بحذافيرها وليس فيها إشارة للخداع، لكن ذلك كان واضحا بما فيه الكفاية، وقد كان تفسير كي الأول محقا تماما، فقد أعطى الحارس رسالة الخلاص للريفي في الوقت الذي لم يعد هذا في حاجة إليها. لكن الريفي لم يلقي على الحارس ذلك السؤال في وقت مبكر، وعليك أيضا أن تأخذ في اعتبارك أنه لم يكن سوى حارس قد أدى واجبه. ما الذي يجعلك تظن أنه أدى واجبه؟ أعتقد أنه لم يفعل، فإن واجبه هو ألا يسمح لجميع الغرباء بالدخول سوى هذا الرجل الذي كان الباب مفتوحا له خصيصا، وكان يجب أن يدعه يدخل. قال الكاهن: إنك لا تظهر احتراما كافيا لنص الرواية، وبذلك تغير من مفهومها. إن الرواية تحتوي على جملتين هامتين للحارس عن الإذن بالدخول إلى العدالة: الأولى أنه لا يستطيع السماح للريفي بالدخول على الفور، والأخرى أن الباب مخصص للرجل فقط. فإذا كان هناك تناقض بين الجملتين فإن الحارس يكون قد خدع الرجل، لكنه في الحقيقة ليس هناك من تناقض، بل إن الجملة الأولى تتضمن في معناها الجملة الثانية، بل إنه يمكن القول أن الحارس قد تعدى واجبه حين أوحى للرجل باحتمال الإذن له بالدخول، في حين أن واجبه هو أن يرفض دخوله في ذلك الوقت. ثم إن هناك من يقولون أن الحارس هو الشخص المخدوع، إن هذا تفسير مستبعد تماما وليس له أساس. أساسه هو سذاجة الحارس، فإنه لا يعرف العدالة من الداخل، بل يعرف الطريق الذي يقود إليها فقط، وهو يخاف من الحراس الآخرين، وربما كان خوفه أكثر من الريفي نفسه. ولا يمكن للحارس أن يكون قد دخل إلى العدالة، فإنه لم يستطع أن يتحمل مواجهة الحارس الثالث، ذلك بالإضافة إلى أنه لم يشر طوال تلك الأعوام إلى أي معرفة له بالداخل، ومن ثم فهو يظل في حالة إنسان مخدوع. وفضلا عن ذلك فهو مخدوع أيضا في علاقته بالريفي دون أن يعرف، فرغم كل شيء فهو شخص مغلول بالنسبة للريفي الذي يتمتع بالحرية، فقد كان هذا الريفي حرا حقا، فهو يستطيع الذهاب إلى حيث يريد، وليس من شيء أمامه سوى باب العدالة. ثم إنه حين يجلس أمام الباب يفعل ذلك بمحض إرادته وليس تحت أي ضغط، ذلك في حين أن الحارس مرتبط بوظيفته في ذلك المكان، فلا يستطيع مثلا أن يذهب إلى الريف، ولا يستطيع أيضا أن يدخل إلى العدالة حتى لو أراد ذلك. وحيث أن كي كان ينصت بعناية، فقد استطرد الكاهن قائلا: ورغم أنه يعمل في خدمة العدالة فإن خدمته تقتصر على ذلك المدخل، ومن ثم فهو يقوم بخدمة هذا الريفي الذي فتح الباب له، وعلى ذلك يكون الحارس خاضعا للريفي، ولقد كان كذلك لمدة طويلة، إذ أنه اضطر أن ينتظر الريفي حتى يحضر، واضطر كذلك أن ينتظره مدة طويلة جدا حتى ينتهي من خدمته التي امتدت بامتداد حياة الريفي، وقد أصبح بذلك خاضعا له. ثم إن الحارس لم يكن يعي ذلك طوال الوقت، ولذلك فهو مخدوع، وحين قال في النهاية: وسوف أغلق الباب بعد أن تذهب، فقد قال ذلك رغم أن الباب المؤدي للعدالة لا يغلق أبدا، ولقد كانت هناك دوافع كثيرة وراء عبارة الحارس هذه، فربما قالها لأنه اضطر للإجابة على الريفي، أو ليؤكد احترامه لواجبه، أو ليدفع بالرجل إلى الحزن في لحظته الأخيرة. لكن على أي حال ليس هناك خلاف على أن الحارس لن يستطيع أن يغلق الباب. قال كي بعد أن أعاد على نفسه بصوت منخفض بعدما قاله الكاهن: هذه أدلة طيبة
وأنا أميل للموافقة على أن الحارس هو الذي خدعه، لكن لا تنسى أن كون الحارس هو المخدوع لا يسبب له ضررا، ولكن كون الريفي مخدوعا سبب له ضررا. حقا إنني أعترض على هذا، فليس لأحد أن يصدر حكما على حارس الباب، فإنه قبل كل شيء خادم العدالة، وهو بذلك غير خاضع لأي حكم بشري، وهو رغم ارتباطه بمركزه عند باب العدالة فهو أكثر حرية من أي شخص في العالم. فالناس تطلب العدالة فقط، لكن الحارس متصل بها، والعدالة هي التي وضعته في مركزه، وحين نشك فيه نشك في العدالة نفسها. قال كي وهو يهز رأسه: إنني لا أتفق معك في هذا الرأي، لأنني لو قبلته فعلي أن أقبل كل ما يقوله الحارس، وقد قلت بنفسك أنه من المستحيل على المرء أن يفعل. لا، ليس من الضروري أن تقبل كل شيء على أنه صادق، بل علينا أن نقبله كشيء ضروري. هذه نتيجة محزنة، وهي تكشف عن مبدأ عام من عالمي. قال كي ذلك لينهي الحديث، لكن هذا لم يكن حكمه الأخير، فإنه بسبب الإرهاق الذي يحسه لم يستطع أن يخرج بجميع نتائج القصة، وكانت الخواطر التي توحي بها الرواية غير عادية بالنسبة له. كانت القصة البسيطة قد فقدت هيكلها الواضح، فأراد أن يبعدها عن ذهنه، رغم أن الكاهن لم يكن يوافقه على تعليقه الأخير، فقد احترم أفكاره دون أن يتكلم. واستمر الاثنان يدرعان الممر برهة، وكي يسير والمصباح في يده رغم أنه انطفأ منذ مدة. وفي لحظة خاطفة رأى صورة قديس تلمع، لكنها سرعان ما اختفت في الظلام ثانية. وقال كي وهو يريد ألا يبدو معتمدا على الكاهن كلية: ألم نصبح بالقرب من الباب الخارجي الآن؟ لا، إننا أبعد ما نكون عنه. هل تريد أن تنصرف الآن فعلا؟ ورغم أن كي لم يكن يفكر في الرحيل، فقد أجاب على الفور: بالطبع، إنني يجب علي أن أذهب، فإنني أعمل مساعدا لمدير أحد البنوك، وهو ينتظرني هناك الآن، ولقد جئت فقط كي أصحب صديقا لي من الخارج في مشاهدة الكاتدرائية. قال الكاهن وهو يمد يده لمصافحة كي: حسنا، تستطيع أن تذهب، لكنني لن أستطيع أن أجد الطريق إلى الخارج بمفردي وسط هذا الظلام. انعطف إلى يسار الحائط، ثم سار بجوار الجدار حتى وصل إلى الباب. قال الكاهن ذلك وابتعد عن كي خطوتين، فاضطر كي أن يصيح: إنني أنتظر، ألا تريد مني شيئا الآن؟ لا، لقد كنت تعاملني برقة لفترة وقد شرحت لي الكثير، والآن تتركني أذهب وكأنك لا تهتم بي مطلقا. لكنك مضطر للرحيل. نعم، ولكنك ترى أنني لا أعرف الطريق. عليك أن تدرك أنني لا أستطيع أن أكون سوى كاهن السجن. وتحسس كي طريقه إلى الكاهن ثانية، وتراءى في ذهنه أن عودته إلى البنك لم تكن ملحة إلى هذا القدر. وقال الكاهن: وهذا يعني أنني أنتمي إلى المحكمة، ولماذا أطالبك بشيء؟ إن المحكمة لا تطالبك بشيء، فهي تستقبلك عندما تحضر وتلفظك عندما تذهب. الفصل السابع عشر، الخاتمة. في مساء اليوم الذي يسبق عيد ميلاد كي 31، جاءه رجلان إلى حيث يقطن. كان ذلك في حوالي الساعة 9، في الوقت الذي يخيم فيه السكون على الشوارع. كان يرتديان معطفين سوداوين فضفاضين وقبعتين عاليتين رسميتين. وبعد أن تبادلا المجاملات أمام الباب الخارجي، فيمكن أن يدخل أولا في من يمكن أن يدخل أولا، دخل إلى حجرة كي، وهناك تكررت المجاملات مرة أخرى. ودون أن يعرف كي بمجيئهما، كان يرتدي حلة سوداء ويجلس في مقعده المريح إلى جوار الباب ويضع قفازه الجديد. نهض كي فجأة وأخذ يلقي على الرجلين نظرات فاحصة، ثم سأل: هل أنتما المعينان لي؟ وأحنى أحدهما رأسه موافقا وهو يلمس قبعته. واعترف كي بينه وبين نفسه أنه كان يتوقع زائرين مختلفين. سار إلى النافذة ونظر إلى الشارع المظلم، حيث كانت معظم النوافذ مغلقة ومظلمة، فيما عدا مسكنا واحدا كان الأطفال يلعبون إلى جوار نافذته.
وقال كي لنفسه كي يؤكد انطباعه: إذن فقد أرسلوا لي ممثلين من الدرجة العاشرة، عفى عليهم الظهر، فهم يريدون أن يقضوا علي بأرخص الأسعار. والتفت نحو الرجلين بحدة وسأل: ما هو المسرح الذي تمثلان عليه؟ ونظر كل منهما للآخر وكأنه يستوحي منه إجابة على السؤال، ثم قال أحدهما متعجبا: مسرح؟ أما كيف؟ فقد قال لنفسه وهو يذهب لإحضار قبعته: إنهما غير مستعدين للإجابة على أي أسئلة. وعلى درجات السلم حاول الرجلان أن يضعا أيديهما تحت إبطه، فقال لهما: انتظرا حتى نصبح في الشارع، إنني لست مريضا. لكنهما ما إن أصبح في الشارع الواسع حتى أمسك بذراعيه بطريقة لم يرها ولم يجربها من قبل، فقد التصق كتفاهما بكتفه ولف ذراعيهما حول ذراعيه، وقد تشابكت أصابع أيديهما بأصابعه، وصار كي بينهما مشدودا بينما تقدم ثلاثتهم وقد كونوا وحدة لا يمكن أن تنفصم، ولو أن أحدهم سقط فسيستيقظ معه الآخران. كان اتحادا لا يتم إلا بين عناصر لا حياة فيها. وتحت مصابيح الشارع حاول كي المرة بعد الأخرى أن يرى وجهي رفيقيه بوضوح، حيث أن الضوء في حجرته لم يكن كافيا، وفكر وهو يتأمل ذقنيهما في أنهما ربما يكونان عازفي المزمار في الفرقة، فقد كان حليقين إلى درجة منفرة، وقد بدت آثار الحلاقة على جانب عينيهما. وحين خطر ذلك لكي توقف، فتوقف الرجلان أيضا، وكان ذلك في ميدان مهجور تزينه الزهور، قال وكأنه يصيح: لماذا وقع الاختيار عليكما بالذات دون بقية الناس؟ وكان من الواضح أنه لم يكن عند الرجلين جواب لهذا السؤال، فقد وقف وذراعيهما الحرين متدليين إلى جانبيهما كما تفعل الممرضات وهن ينتظرن مريضهن حتى يأخذ قسطا من الراحة. قال كي وكأنه يختبرهما: لن أتقدم معكما أكثر من ذلك. ولم تكن هناك حاجة للرد، فقد اكتفى الرجلان بأن شددا قبضتيهما على ذراع كي وحاولا تحريكه إلى الأمام، لكنه أخذ في مقاومتهما وهو يقول لنفسه: لن أكون بحاجة إلى قواي فيما بعد، وسوف أستخدمها كلها الآن. وخطر له منظر الذبابة وهي تطير أمامه مضرب الذباب حتى تقع لتموت، وفجأة ظهرت أمامه فراولين بورسنر تصعد درجات سلم يقود إلى الميدان من شارع جانبي صغير. لم يكن كي واثقا من شخصيتها، لكن الشبه كان كبيرا، وسواء كانت هي فراولين بورسنر أم لم تكن فإن ذلك لم يكن ذا أهمية بالنسبة لكي، لكن المهم هو أنه أدرك فجأة عدم جدوى مقاومته، فلم يكن في هذه المقاومة ما يوحي بالبطولة. ثم إن ذلك لن يسفر عن شيء إلا أن يجعل مهمة رفيقة أكثر صعوبة، وأن يتعلق بآخر مظاهر الحياة وهو يمارس النضال. وما أن بدأ كي في التحرك حتى شعر حارساه بالراحة التي ما لبث أن أحس بعدواها، أما هما فقد ترك له اختيار الطريق، فتقدم في الاتجاه الذي سلكته فراولين بورسنر. ورغم أنه لم يكن يريد أن يتبعها، فقد تذكر الدرس الذي خطر له عندما رآها، الدرس الذي يقول: إن الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أفعله الآن هو أن أحتفظ بذكائي في هدوء حتى النهاية. ولقد كنت أحاول أن أحصل على كل ما أريده من الحياة دون دافع قوي، لكن هذا كان خطأ، فهل أبدو الآن وكأن كفاح عام بأكمله في قضيتي لم يعلمني شيئا؟ وهل أترك هذا العالم كرجل يهرب من نهايات المسائل؟ هل سيقول الناس بعد موتي إنني في بداية قضية أردتها أن تنتهي، وفي النهاية أردتها أن تبدأ؟ لا أريدهم أن يقولوا عني ذلك. إنني أشعر بالامتنان لأن هذين المخلوقين الغبيين يصحبانني في هذه الرحلة، وقد تركا لي الفرصة لكي أقول لنفسي ما أريد. وفي الوقت نفسه انحدرت فراولين بورسنر في شارع جانبي،
وهنا تخلى كي عن تتبعها واستسلم لرفيقه، وتقدم الثلاثة في تناسق كامل يعبرون القنطرة تحت أشعة القمر. وحين استدار كي إلى الصور استدار معه في وحدة متماسكة، ولمع الماء وهو يضطرب في أشعة القمر على كلا الجانبين، وظهرت الشجيرات والنباتات الكثيفة في الجزيرة وتحت الشجر. كانت هناك طرق عبدت بالحصى، وعند كل منحنى مقعد. كثيرا ما استراح كي عليه أثناء الصيف، وقال كي لرفيقه وهو يشعر بالخجل لتوقفه لحظة: إنني لم أقصد أن أقف تماما. وبدا الرجلان وكأن كل منهما يؤنب الآخر لهذه الوقفة، واستأنف الثلاثة مسيرتهم، فمروا بشوارع شديدة الانحدار، حيث كان رجال الشرطة يقفون في أماكنهم هنا وهناك، وقد اقترب أحدهم من المجموعة التي لم يبدو عليها الهدوء تماما، وتوقف رجل الشرطة في مواجهتهم، هم بفتح فمه للحديث، لكن كي أسرع يحث رفيقيه على السير، وأخذ بعد ذلك ينظر خلفه بين الحين والآخر كي يرى إذا كان رجل الشرطة يتبعهم أم لا، وما أن اختفوا عن أنظاره عند أحد المنحنيات، حتى بدا كي يعدو بأقصى سرعته، واضطر حارسه وقد تقطعت أنفاسهما إلى العدو بجواره. وهكذا أصبحوا خارج حدود المدينة بسرعة، ووجدوا أنفسهم بين الحقول المفتوحة، وأمامهم كان هناك محجر قديم مهجور إلى جوار بيت ريفي هادئ. وهنا توقف الرجلان، ولم يعرف كي إذا كان هذا المكان هو الذي يقصدانه أم أنهما توقفا بسبب الإجهاد. وخفف الرجلان قبضتيهما على كي الذي وقف ينتظر في غباء، وما إن خلع الرجلان قبعتهما حتى أخذا يتفحصان المحجر وهما يجففان العرق الذي كان يتصبب من جبهتيهما، في حين كان القمر يرسل أشعته بوقار لتضيء كل شيء. وبعد أن تبادل الرجلان مجاملات أخرى بشأن من يسبق الآخر في تنفيذ الواجب التالي، وقد بدا أن كل منهما منوط به واجبات معينة في المهمة الموكولة إليهما معا، فقد تقدم أحدهما من كي وخلع معطفه وسترته ثم قميصه، وكانت نتيجة ذلك أن بدأ كي يرتجف بشدة دون إرادة منه، في حين ربط أحد الرجلين على كتفه يطمئنه، ثم أخذ الرجل يطوي الملابس بعناية وكأنه سوف يستعملها في المستقبل. ولكي لا يترك كي معرضا لنسمة هواء المساء الباردة، فقد أمسك به من ذراعه وأخذ يسير به جيئة وذهابا، بينما كان رفيقه يتفقد المحجر ليجد المكان المناسب. وحيث عثر على بغيته أشار لرفيقه الذي قاد كي إلى ذلك المكان. كانت قطعة فضاء مربعة صغيرة إلى جوار صخرة مستوية، وحمل كلاهما كي على أن يجلس وظهره إلى الصخرة، وقد استقرت رأسه عليها تماما. ورغم المتاعب التي تجشماها بسبب رفض كي للامتثال لهما، فقد ظل مظهر كي الخارجي غير عادي، ولهذا فقد طلب أحد الرجلين إلى الآخر أن يترك كي ليتخذ الوضع المناسب لما سيفعلانه. ثم أخرج أحدهما سكين جزار ذات حدين من تحت سترته، كانت في جراب من الجلد، أخرجها الرجل واتخذ يتفحص نصلها في ضوء القمر. مرة أخرى بدأت المجاملات بين الرجلين، وكل منهما يناول الآخر السكين الحاد أمام عيني كي. ولما تكرر ذلك عدة مرات أصبح من الواضح لكي أن المفروض أن يمسكها هو أثناء تنقلها من يد لأخرى أمامه وأن يغرسها في صدره، لكن كي لم يفعل ذلك، بل أخذ يحرك رأسه وما تزال حرة ليحدق فيها حوله. لم يستطع أن يرتفع إلى مستوى الموقف، فهو لا يقدر أن يريح الموظفين من واجبيهما، وفكر في أن مسؤولية فشله الأخير تقع عليهما لأنهما لم يتركا له القوة الضرورية لتنفيذ العمل الكبير. ووقعت أنظاره على البيت ذي الطابقين الواحد الملحق بالمحجر، وفجأة فتحت نافذة خرج منها ضوء خافت، وفي هذا الضوء شاهد كي
شبح إنسان نحيل ينحني على حافة النافذة وقد فتح ذراعيه وتساءل كي من هو هذا الشخص؟ هل هو صديق؟ هل هو إنسان طيب؟ هل هو شخص يواسيه في كربه؟ هل الشبح لشخص واحد؟ أم هل هم كثيرون؟ هل ينتظر منه مساعدة؟ هل قدم أحدهم أدلة في صالحه لم ينظر فيها من قبل؟ نعم، يجب أن يكون الأمر كذلك. إن المنطق لا يمكن تغييره دون شك، لكن المنطق لا يستطيع أن يصمد أمام رجل يريد أن يعيش. أين هو المحامي الذي لم يره مطلقا؟ أين هي المحكمة العليا التي لا يستطيع مطلقا أن يصل إليها؟ ورفع ذراعيه ويديه وأبعد ما بين أصابعه، لكن يد أحد رفيقيه أسرعت بالإطباق على رقبته، بينما الآخر يغرس السكين في قلبه ويديره مرة واثنتين. استطاع كي وهو يغيب عن الوعي أن يرى الرجلين وصدغ أحدهما إلى جوار الآخر أمام وجهه مباشرة، يشاهدان المنظر الأخير. ولفظ كي آخر أنفاسه وهو يقول: ها أنا أموت مثل كلب حقير. وكأنما أراد بذلك أن يخلد العار الذي لحق بالبشرية.